ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، وبالتزامن مع استعدادات الأهالي لعيد الفطر، أعلنت قوة سوريا الديمقراطية تنفيذها انتشاراً في مدينة الرقة ومحيطها لدعم قوى الأمن الداخلي، بهدف إحباط التهديدات التي تشكلها خلايا تنظيم داعش الإرهابي وجهات أخرى، بما في ذلك تلك المرتبطة مع الحكومة السورية والنظام التركي. المركز الإعلامي لقسد أضاف في بيان أن الوحدات الخاصة التابعة لها نفذت سلسلة من عمليات التمشيط التي استهدفت أوكار خلايا التنظيم الإرهابي في المدينة. البيان أشار إلى أن عمليات عسكرية أخرى استهدفت عناصر مرتبطة بالاحتلال التركي والحكومة السورية، مؤكداً اعتقال 10 إرهابيين بالإضافة إلى كمية من المتفجرات والأسلحة ووثائق. بالنسبة لانتشار قوات قسد كثير كويس، لأنه حركة زحمة، حركة مواصلات كثير زحمة وحركة الشعب كثير زحمة، والعالم الحمد لله رب العالمين هو الفضل الله أنه الانتشار هذا بتحسسك بالأمان. هذا وأعرب سكان المدينة عن دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في عملياتها تلك، مشيرين إلى أن الانتشار العسكري خلق جوا من الأمان. دائما بالعشر الأواخر من رمضان التفكير التكفيري، يعني عندهم عمليات إرهابية، وجود يعني قوات قصد بالمنطقة ضروري مشان الأمان والأطفال يكونون بخير ويكون الوضع أمان يعني. وأعلنت قوة سوريا الديمقراطية النصر على تنظيم داعش الإرهابي في 23 من آذار عام 2019 بعد القضاء على آخر معاقله في الباغوز بريف دير الزور الشرقي.